أنا الأخ إبراهيم الراشد، تفضل يا إبراهيم. السلام عليكم شيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ حياك الله. شيخ عندي حلم بس بقيت فترة مع الكاميرا. نعم تفضل. عندي أمي وخالتي، يعني مثل خالتي حرضت أمي إنهم يروحون يضرون. نعم. فلما رحنا شفنا المكان اللي شفت المكان اللي يضرون فيه، شفت خالتي قاعدة مجابلة مثلا المجمع، وأمي منسدحة على الجهة اليسرى ومعطية ظهرها للمجمع وما قاعد تضطر، مثل ما تقول إنها زعلانة إن ليش خالتي يعني حرضتها أو إن ما تبي تضطر كذي، وهم ما شاء الله عندهم خير يعني سنتين. طيب بينهم خلافات؟ لا لا بالعكس ما في خلافات. لا. طيب خير إن شاء الله، تسمع الإجابة إن شاء الله. خير. حياك الله. طبعا رؤية الأم في المنام إن كان شكلها جميل ولبسها جميل في المنام بالنسبة لك أنت يدل على البر والإحسان بهذه الأم، كما قيل النبي عليه الصلاة والسلام: من أحق الناس بصحبتي؟ قال أمك. قيل ثم من؟ قال أمك. قيل ثم من؟ قال أمك. فيدل على حسن الصحبة لهذه الأم والبر فيها، هذا من جهتك أنت. أما بالنسبة للخالة، أيضا الخالة هي وصيفة الأم، لها شكلها إن كان طيب يدل على المحبة. أما قضية التحريض لعل إذا كان في الواقع ما بينهم خلافات، فالتحريض في المنام قد يدل من الرؤى ما تعكس أحيانا في باب التعبير، قد يدل على التعاون على البر والتقوى. أما بالنسبة لإضطرارة في المنام أو سؤال الناس أو غير ذلك، ذهبوا إلى مجمع. المجمع التجاري في المنام يفسر بالحسنات كما قال سبحانه وتعالى: يرجون تجارة لن تبور. والنوم في المنام إنما يدل على الأمن كما قال سبحانه وتعالى: إذ يغشيكم النعاسة أمنة منه. ونسأل الله سبحانه وتعالى لهم التوفيق والعلم عند الله. نعم معنا مسج. نعم. رأى أمها المتوفية في المنام كأنها تقطع لحم وتقول صاحب الرؤية: تعال تعشى معي. يعني اللحم إن كان اللحم يعني مطبوخ فيدل على أنها امرأة إن شاء الله من أهل الجنة، لقوله سبحانه وتعالى: ولحم طير مما يشتهون. أما إذا كان اللحم ني ويقطع فمعنى ذلك أن في مشاكل وفي أثار غيبة يعني بين ذرية هذه المرأة. نداء المتوفي للحي: إن استجاب الحي وذهب إليه في مكان مجهول فيدل على قرب انتهاء الأجل، أما إذا ما استجاب فنوع من المتاعب النفسية أو البدنية. وإذا كان تحتاج إلى قضاء دينها هذه المرأة فاقضوا عنها دينها والعلم عند الله. نعم معنا اتصال من أم ريكان. تفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ عندي حلمين بس بقولهم باختصار. لا حلم واحد وبعد ذلك اتصال إن شاء الله. تفضل. كنت أنا وزوجي راكبين السيارة وزوجي قاعد يصبغ أظافر إيديني باللون الأحمر، بس إيدي اليسار ترك السبابة ما صبغها. قلت له ليش؟ قال أحسن خليها علشان تفرق عن اليدين اثنينهم. طيب وبعدين نزلنا من السيارة، أنا صعدت الدرج وهو ما صعد الدرج، بندخل يعني مطعم، أنا مشيت على الدرج كامل وهو ما صعد، وهو رجله كانت الأرض وبعدين من الأرض لفوق طمر طمرة واحدة ودخل قدامي. طيب خير يا شيخ، اسمع الإجابة. بالنسبة للسيارة في المنام تدل على حياتكم أنتم، فإن كانت السيارة شكلها جميل وسيعة وطيبة فهذه حياة إن شاء الله تكون مستقرة خالية من المشاكل، وتدل أحيانا السيارة على السفر. أما بالنسبة رؤية الزوج، الزوج في المنام كان شكله جميل وهيئته جميلة وتصرفاته طيبة يدل على العشرة الطيبة بعيدة عن المشاكل. أما الأظافر إنما تدل على الأقارب سواء الأبناء أو البنات، صبغ الأظافر بهذه الطريقة يدل على طبعا المرأة إذا وضعت الزينة في يديها في رجليها في أي مكان يدل على حمل لها، قد تحملين العلم عند الله. أما يعني السبابة ما أصابها شيء من الصبغ، أقول ما أدري قد يكون ولد أو بنت عنده شيء من المشاكل، الصعود رفعة، طبعا
طيب، وكونها أنه يطمر ويقفز وكذا، لعل الله سبحانه ينجيه من مشكلة، والعلم عند الله. نعم.